السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم فيديو جديد. وبهذا الفيديو راح لكم احدى الطرق للدخول الى جوجل بلاي الامريكي او الماركت الامريكي. طبعا للدخول الى جوجل الامريكي راح نحتاج شغلتين، برنامج هوت سبوت شيلد، طبعا حط لكم رابط تحميل البرنامج بالدسكريبشن، هو برنامج راح يغير الاي بي الى اي بي امريكي. طبعا نحتاج ايميل جيميل، يعني يمكنك نفس اللي يمكنك بالموبايل نفسه يمكنك على اللابتوب. طبعا الشرح راح يكون على اللابتوب، يعني الدخول على جوجل بلاي على اللابتوب. طبعا نروح على جوجل بلاي الان، زي ما تلاحظون ان الجوجل بلاي حاليا مو امريكي. شو نسوي امريكي؟ نروح نفعل الهوت سبوت شيلد، نضغط على ستارت ماكسيمال بروتكشن. الان البرنامج شغال. طبعا ملاحظة، من تشغل البرنامج راح يضعف عندك الانترنت شوية. فحاليا نروح على الجوجل بلاي، رابط الجوجل بلاي. طبعا مثل ما تلاحظون الان طلع عندنا الجوجل بلاي امريكي. مثلا نروح هسه على التطبيقات، على ابس، نروح على توب كاردز، راح يطلع لنا التوب فري الاندرويد ابس، وراح يطلع لنا التطبيقات المفتوحه. طبعا قبل بالجوجل بلاي الشرق الاوسط ما راح تطلع لنا اصلا هاي التطبيقات ولا هاي التطبيقات. مثلا نضغط على اي تطبيق، مثلا الانستغرام، نضغط انستال، وراح تشوف راح تطلع لنا هاي الرساله. لان انا ما حط ايميلي، يعني ايميل الجوجل او الجيميل الان اللي بكلك على هذا المتصفح هو نفس الايميل اللي بالموبايل، لذلك يجب ان يكون الايميل اللي موجود بالموبايل هو نفسه على المتصفح حتى تقدر تحمل تطبيقات مباشرة من موقع جوجل بلاي على اللابتوب مباشرة الى الموبايل. هذه نهاية الدرس، لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وتشوفوا دروسنا السابقة.